يعني عموما فكره، يعني ممكن نستوعب فكره ان الحمام نتيجه يعني ان ربنا زي ما حضرتك بتقول فطره على الفطره دي، فكره انه عنده دايما الخاصيه بتاعته انه يرجع لبيته. هو الفكره مش انه يرجع في بيته، الفكره في انه يروح مكان غير بيته اصلا. اللوكيشن ده بيتظبط ازاي؟ وبعدين لو الحمام الزاجل كان بيستخدم زمان زي ما كنا بنقول فكره في حالات الحرب، فممكن جدا يبقى الحمامه الواحده عندها اكتر من مهمه في اكتر من لوكيشن. لا يا فندم، ولا بتمشي لا ازاي؟ لا لا يا فندم، انت حضرتك اللوكيشن هو لوكيشن بيته بس. أوكي. حضرتك بتاخده في عربيه وبتنقله للمكان المراد منه الاطلاق، هو بيرجع بيته، هو ما بيعرفش حضرتك بعته فين. انا بكلمك على العصور السابقه. لا، كان برضو نفس الفكره، هو بياخد حمام من عند حضرتك من القاهره. انا حضرتك في المنصوره مثلا وانا في القاهره وعايز ابعت لحضرتك جواب، بياخد حمام من عند حضرتك. بتاخده الاول بقعده عندي شويه. أوكي. لانه مهما تمر السنين هو بيته ثم بيته ثم بيته. اوكي. مهما يقعد، انا ما عمريش بقى عرفت التفصيله. لا لا دي. لا، مهما بتاعت ان المرسل اليه بيبقى عنده الحمام الاول. ايوه. أوكي. ايوه، هو بيستلمه الاول. طيب.